احتفلت المملكة العربية السعودية الشقيقة بيومها الوطني 94 تخليدا لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله. وقد سجلت المملكة نهضة تنموية شاملة وحضورا مؤثرا لافتا في المحافل الدولية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ومضت قدما في بناء دولة المستقبل ورسم سياستها بتوازن وتميز اتسم بالعزم والحزم في مواجهة الأحداث. في 23 من شهر سبتمبر يوم ميلاد المملكة العربية السعودية 94، يوم يختصر الذكرى المجيدة لنشأة دولة حديثة تتطلع لمستقبل زاهر. اليوم الوطني السعودي نبراس لوطن أصل مجده الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ويحمل رايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. المملكة العربية السعودية سطرت في صفحات العام الحالي إنجازات وأرقاما غير مسبوقة وبمستهدفات رؤية طموحة لقيادتها الرشيدة في مختلف الصعد المحلية والعربية والإسلامية والدولية. ولمكانة المملكة إقليميا ودوليا عقدت على أراضيها هذا العام العديد من القمم والمؤتمرات التي نتج عنها قرارات مهمة، إضافة للزيارات رفيعة المستوى من رؤساء وزعماء وملوك وأمراء الدول الشقيقة والصديقة. وعلى صعيد الاقتصاد تتوالى إنجازات رؤية 2030 الاقتصادية بلا انقطاع لتسجل نقطة تحول محورية يوثق تفاصيلها تاريخ المملكة الحديث الذي اعتمد بداية على التفكير من خارج الصندوق بمملكة خضراء ورؤية اقتصادية متحررة من الاعتماد على النفط. وتحت عنوان حقبة التغيير معا نستشرف المستقبل، وبموضوع رئيس وطموح يحاكي ما اعتادت المملكة على تحقيقه وموضوعات فرعية تستثمر في الغد، فازت السعودية باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض. تعليميا شهدت المملكة العربية السعودية طفرة كبيرة في مجال تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية الثقافية من خلال عدد من البرامج التعليمية والتأهيلية والتدريبية. وفي عالم الساحرة المستديرة دخلت المملكة العربية السعودية بكل استحقاق إلى هذا العالم، حيث أصبحت ثالث دولة عربية تنال شرف تنظيم البطولة الأكبر في عالم كرة القدم كأس العالم بعد منحها تنظيم نسخة 2034 بشكل رسمي. وتحت شعار نحلم ونحقق تحتفل المملكة بيومها الوطني، ومن دولة الكويت قيادة وشعبا نرسل التهاني إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية، داعين المولى عز وجل أن يديم الأمن والأمان والتقدم والازدهار على المملكة.